الو اخوان تعال الفيديو باش ما يجيش طويل ربع ساعه تقريبا باش تفرج فيه كامل. الو هنايا قلنا ابليكينا هنايا ديفيزور دو طونسيون باش تخرجوا هاد لا طونسيون اوبر نقا اي بي اللي هي هاد لا طونسيون اللي مابليكي على ار 2 والار 3. كيفاش خرجنا؟ خرجنا بديفيزور دو طونسيون اللي عطاتنا 3.33 فولت. هادي لا طونسيون ديال ار 2 وديال الار 3 والار 2 اللي هي الاي ام. هادي هي الاي ام. خصنا نخرجو دابا الاي 2. الاي 2 شنو خصنا نديرو؟ خصنا نحيدو جينيراتور كور طونسيون ونخدمو بجينيراتور كور. الو رسمو الرسم الجديد ان شاء الله على الشكل. هنايا جينيراتور كور على الشكل هادي او نطرا اي بي خرجو هنا الاي دو على هاد الشكل. هنا الار ان ار كات هنا الار دو هنا الار تروا وهنا جينيراتور دو كورون. جينيراتور دو طونسيون شنو دير عليك؟ ملي كنحيدو جينيراتور دو طونسيون كنعوضو بان فيل يعني كنعوضو بسيركوي فيرمي دارة كهربائية مغلقة. الو هنايا غنخرجو هاد لا طونسيون. الو غنابليكيو الكورون هنا هاد الكورون جينيراتور دو كورون ابليكيو نديرو لي فليش ديال لي كورون. الكورون هو هدا على هاد الشكل غيتقسم لينا هنايا هنايا الاي تروا وهنايا اي دو. الو غنوصل لهنايا اي كات مغيدوش ليها كورون ار كات غادي يكون عندها كورون يعني الكورون غيدوز هنا ايكال زيرو حقاش غادي بليس لانفيني. الو هاد الكورون الاي دو راه هو الكورون اي ان على هاد الشكل. الو الكورون اي دو ايكال الكورون اي ان علاش الكورون اي كات ايكال زيرو. هاد الكورون ما عندناش فيه هاد لا ريزيستونس ما عندناش كورون ايكال زيرو يعني الكورون اللي يخرج ليا من هنايا الكورون اي دو راه هو الكورون اي ان يعني بصيغة اخرى الكورون اللي غيفورني ليها الجينيراتور الكورون غتقسم لي على جوج النصف غيمشي الكورون ال لا ريزيستونس 3 والنص غيمشي ليا لا ريزيستونس 2 مع ال ان. الو بغيت هنايا نابليكي لا طونسيون هاد لا ريزيستونس غنحيدوها من هنايا على هاد الشكل ما نبدلو حتى حاجه غنجيبوها هنا ما نبدلو حتى حاجه في الرسم تبدلات حتى حاجه ديال ار ان. غير بغيت نبين لكم واحد الطريقه اخرى كيفاش غنحسبوا هاد الاي دو. هاد الاي دو شنو كتساوي؟ كتساوي هي هاد لا طونسيون بليس هاد لا طونسيون ولا موان على هاد الشكل. هاد لا طونسيون عكس الكورون هنا لا طونسيون عكس الكورون يعني هادي ناقص هادي اولا هادي باش نبقاو نخرجو هادي بوحدها وهادي نخرجوها بوحدها. لا هاد البوان مادام هاد لا ريزيستونس ولات زيرو هاد البوان هي هاد البوان وهاد البوان هي هادي يعني هاد البوان اللي كاينه هنا راه هي هادي هاد الاب بي راه هي هادي. يكفي اننا نخرجو لا طونسيون ديال اي ار ان هاد لا طونسيون الى خرجنا هاد لا طونسيون راه هي هادي. الو كيفاش نخرجو لا طونسيون اوبون ديال لا ريزيستونس ار ان كيفاش نخرجوها؟ عندنا هنايا بحال الكورون عندنا لي فالور ديال لي ريزيستونس نقدرو نخرجوها فاسيل. الو عندنا الكورون طوطال نخدمو بديفيزور دو كورون الى خدمنا ديفيزور دو كورون هنا بديفيزور دو كورون نخرجو هنايا الاي دو. الاي دو راه هو الاي ان الاي دو راه هو الاي ان الى خرجنا الاي دو راه هو الاي ان. ملي نخرجو الاي دو لي هو ايكال اي ان غنخرج هاد لا طونسيون لا ريزيستونس عادي ونخرج لا طونسيون غادي نكون حسبت الاي دو لي مابليكي ليا جينيراتور دكور. الو الاي دو شنو كتساوي؟ بالديفيزور دكور دائما المقابل المقابل شنو هو؟ بغيت انا نخرج هاد
الكورو اللي دايز في هاد لا ريزيستانس نشوف المقابل ديالو. المقابل ديالو راه هو الار 3، المقابل ديالو راه هو الار 3. لحقاش هنايا الكورون ديفيزا على جوج، هاو هنا راه ديفيزا على جوج على هاد الشكل. بغيت انا هاد الكورون كنشوف المقابل ديالو شنو هو اللي مقابل معاه، هو هاد ريزيستانس 3 هي ار 3 على لا سون فو توتال. دائما المقابل على لا سون فو توتال ار 3 بليس ار 1 2 اللي هادو هما اون سيري فوا الكورون توتال. الكورون توتال هو اللي يفورني للجينيراتور فوا الكورون توتال على هاد الشكل. ابليكاسيون نيميريك 10 على 10 بليس هادو هما 10 10 هي 20 هي 30 فوا 1 اللي هو 1 ملي امبير. غنخلي هادي بالكيلو غنخلي هادي بالامبير باش تخرج ليا باش تخرج ليا حتى هي هنايا بال هنايا بالكيلو هنايا بالملي امبير تخرج ليا نفسها النتيجة. شحال خرجات ليا هنايا؟ شحال خرجات؟ اي ار اه هي زيرو فيرغوي 33 امبير هي 0.33 امبير على هاد الشكل. هادي اي دو، هادي الاي دو خرجات لينا 0.33 امبير. الو هنايا خرجنا هاد الكورون لي مسيركيلي في لا ريزيستانس او بون دي لا ريزيستانس ار ان. شنو غادي نخصنا نخرجو؟ نخرجو لا طونسيون، نخرجو لا طونسيون، لا طونسيون اي ار ان. شنو كتساوي؟ هي ار ان فوا اي ان على هاد الشكل. هي 10 كيلو فوا 0.33 نشوفو واش غتخرج بالكاركي. هي 10 هي 3.3 فولت. هادي غنخليوها بالكيلو وهادي غنخليوها بالامبير باش تخرج لينا بالفولت ديريكتوم. عندنا اي ار ان خرجت لينا 3.3 فولت على هاد الشكل. احنا خرجنا دابا لا طونسيون لي مأبليكي ليا على لا ريزيستانس ار ان اللي هي بالدور ديالها هي لا طونسيون اوفر اوندر دو ا اي بي. شنو بقى لينا دابا؟ بقات لينا نأبليكي هنا تيوران دو تيفنا ونخرج العلاقة ديالي من هنايا ها ابليكاسيون نيميريك على هاد الشكل. و تيفنا شحال خرجات ليا في اللول 3.33 وهنايا خرجت ليا 3.3 اللي هي 6.3 أو سين لا 4.60 على هاد الشكل. قسمة ار ار تيفنا ار تيفنا شحال خرجات لينا مسحتها خرجات لينا 16.67 16.67 بليس ار ار ديال هاد لا ريسونس هو 10 على هاد الشكل. كورون اي ار شحال خرج لينا؟ كورون اي ار خرج ليا 0.24 ميلي امبير. هذا هو الكورون. علاش كنقلب الكورون ديال هاد لا ريزيستانس هو هذا اللي هو 0.24 ميلي امبير لي مسيركيلي في لا ريزيستانس او بون ار اللي كنشوفو قدامنا. الوغ نعاودو واحد ريفيزيون من الاول. الوغ في تيورام دو تيفنا الوغ
الا كان عندنا جينيراتور د كورون و جينيراتور د طونسيون، جينيراتور د طونسيون كنحيدو و كنعوضو ان فيل، يعني سيركوي فيرمي اوفير دارا مغلقه، و الا كان عندنا جينيراتور د كورون كنعاودو بواحد الدارة مفتوحه على هاد الشكل، يعني سيركوي اوفير، سيركوي فيرمي، سيركوي اوفير. هادو الجينيراتور ملي كنبغي نخدم كل جينيراتور بوحدو. الا كان عندي هنايا خسرتيكم هاد التمرين بالضبط، علاش؟ فيه دو جينيراتور مختلفين. الا كان عندنا غير الجينيراتور دو طونسيو ساهله باش نخرجو، الا كان عندنا غير الجينيراتور دو كورون ساهله باش نخرجو، يعني ما عندناش فيه شي مشكل. الا كان غير الجينيراتور من نفس الصنف ساهله باش نخرجو، اما الا كان عندنا كل جينيراتور من صنف تتولي عندنا خدمه اخرى، يعني خرجنا لا طونسيو الاولى عاد خرجنا لا طونسيو الثانيه عاد حاصلنا على اوتيفنا، يعني ولات عندنا دو طونسيو مختلفه. في لي ريزيستونس راه عادي كندير هذا هو سيركوي فيرمي سيركوي اوفير، وكنخرج لي ريزيستونس ديالي عادي. والى هنا تنتهي الحصه ان شاء الله، الى حصه قادمه. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو ان شاء الله وتابوناو معاها وتفاعلوا، واللي ما فهمش شي حاجه في التيوريم ديال تيفنا، اللي ما فهمش اي حاجه يخليها لينا ان شاء الله ونحاولوا نشرحوها في موديلات لاحقه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.